شكرا ليك. أنا في الحقيقة مش نبدأ بتصريح قاله الرئيس الفرنسي ماكرون قبل سنتين عن أردوغان. ماذا قال عنه؟ قال: أنا لا أحب هذا الرجل، ولكني مضطر أن أهاتفه كل 10 أيام حفاظا على مصالح بلدينا. وطبعا السياسة تدار بالمصالح ولا تدار بالأمزجة الشخصية ولا بالأهواء، وهذه هي السياسة. لما نشوف هنا انتصار أردوغان يوم أمس، هو في الحقيقة يعني لم يكن انتصارا كاسحا، باش نكون واضحين. كان انتصار تقريبا نسبة ماهيش بعيدة برشا على النسبة بتاع الدور الأول، وربما لعب دور المرشح الثالث سينان أوغان اللي هو من الحركة القومية تقريبا اللي أعلن دعمه لأردوغان، لعب دور في تقريب ترجيح كافة أردوغان. لكن هذا ما يمنعش اللي النسبة اللي تحصل لها أردوغان 52% تقريبا 52.87% معناها تعتبر نسبة جيدة لشخصية موجودة في الحكم عندها 20 سنة. لأننا نعرفوا اللي الحكم راوي يهري، عنده تبعات وعنده استحقاقات ودائما. وفما زاد حاجة أخرى، راهي الأجيال الجديدة ربما في تركيا ما عاشتش شكل العصور نتاع الانقلابات العسكرية قبل، واللي هي جينيراسيون معناها نقولوا احنا خاصة من مواليد 97 وغيره وبعد، معناها هذوما ناس ما عاشوش شكل ربما الأهوال اللي كانت موجودة قبل في تركيا خاصة بسبب الانقلابات. بالطبيعة هنا السياسة هي نتائج. لما نشوفوا احنا أردوغان في المرحلة هذه، ماذا كيقولوا مثلا، ماذا حقق؟ مش التقرير اللي ذكرته بكري، بل ذكر تقريبا ابرز، لكن شوفوا الخطاب نتاعو بعد النصر، بعد الانتصار، اللي كان خطاب تجميعي. راهو صحيح في الحملات الانتخابيه ديما فما مزايدات واتهامات وغيرها وغيرها، ولكن يجي وعي الطبقه السياسيه من بعد. راهو قيمه الوعي هنا مهم، وكما قال سعاده السفير منذ قليل، راهو مهم جدا الوعي الشعبي. تو شفتك العرك والانقسامات الموجوده، معناها راهو من اجل مصلحه بلادهم الناس هذوما سيتناسون كل شيء وسيفكرون في المستقبل، لأن بالنسبة لهم هما ما هو موقع تركيا ومستقبلها في الفترة القادمة. تركيا وأردوغان يتحدثوا على المئوية القادمة اللي هي تبدأ من 2023، علاش؟ اللي هي مرتبطة أساسا باتفاقية لوزان، معاهدة لوزان في سويسرا، اللي وقتها طبعا انبثق عنها الجمهورية التركية العلمانية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، واللي كانت فيها برشا قيود على تركيا، معناها فيها قيود كبيرة على تركيا. الآن تركيا بعد 100 عام ستتحرر من هذه القيود، ستتحرر كثيرا من هذه القيود خاصة في مضيق البوسفور. الحاجة الأخرى زادك في كيف، راه كان نحكيه على أردوغان انتصار صعب صحيح، راه في عهد أردوغان تم سداد كافة قروض صندوق النقد الدولي، تم الاقتصاد التركي تحول من 111 على التصنيف العالمي ل 116. نفس الشيء صارت خلافات أردوغان مع أقرب حلفائه اللي هو احمد داوود اوغلو، الذي يعتبر بالعقل الاستراتيجي لاردوغان او لحزب العداله والتنميه، واللي كان يعتمد بناء على سياسه صفر مشاكل. شوفوا احمد داوود اوغلو انضم الى كليجدار، معناها كمال كليجدار اوغلو، وبالتالي لهنا كان معاه. الحاجه الاخرى زادك في كيف، اللي في في تركيا ذكر بكري سي ناجي مساله الاستثمارات. راهي الدول لما تحقق انتعاش اقتصادية ونتائج اقتصادية كبيرة، بطبيعة هي بطبيعتها تتوسع. وشفنا احنا تو حتى الصراع بين تركيا وفرنسا هو بسبب المصالح في افريقيا، لان هناك صراع حقيقي بالضبط، وانضمت له روسيا كما الولايات المتحدة الامريكية الان والصين. بالطبع فما صراع كبير وصراع مصالح نشوفوا فيه في ليبيا، في في, في الصومال، في كثير من البلدان، في كينيا، في غيرها في غيرها. الحاجة الاخرى زادك في كيف، اللي ما ننساوش اللي أردوغان ما استطاع باش يخلق معادلة قوية مقارنة بكليجدار أوغلو. كليجدار أوغلو اللي كان في الحقيقة الإعلام الغربي ضره برشا، لأنه وكأنه لقي دعم إعلامي غربي وكأنه ممثل الغرب في تركيا أصبح. ونعرفوا القومية التركية، وهذه حاجة ثقافية ربما تزرعت في تركيا منذ 2002-2003. أنا نتذكر مرة مثلا وزير السياحة التركي سنة 2012 قال اللي نسبة 30% من السياح اللي يجيو تركيا يجيو بسبب الأعمال التلفزية والمسلسلات التركية. صحيح. معناها هما راهنوا برشا على تجذير هويتهم التاريخية والقومية العثمانية، وتشوف الأعمال التركية المغلى في التاريخ، هذيك نمت في الشباب التركي الشعور بالانتماء، الشعور بالانتماء إلى الوطن الأم إلى غير ذلك، والقومية التركية وغيرها والأبطال بتاع التاريخ بتاعهم
وكيفاش معناها في عهد سليمان القانوني كانوا يحكمون العالم وفي عهد كذا كذا والملكة قسيم وترشنوا إلى غير ذلك. هذا يغرس راه برشا حاجات في الشعب وخاصة في الشباب. بالتالي كالخطاب التابع هذاك لأوروبا وغيره، احنا يا ريت احنا لو كان نلقاو دول تعمل سياسة ثقافية، هاو كتقول السياسة الثقافة سياسة. راي السياسه ثقافه بمثل هذه الاعمال، معناها هذيك راي الاعمال التلفزيه التركيه كانت سياسه دوله. صحيح كانت سياسه دوله نعم بالفعل سوفت باور يعني اللي استعملته تركيا القوه الناعمه بدات بها تتغلب استثمرت في الاعمال التاريخيه وفما الاعمال التجاريه بالطبيعه التسويقيه وغيرها وغيرها واستطاعت باش تحقق هذا. الحاجه الاخرى اللي هي معناها في معنى ومفاهيم السياده، كنشوفوا تركيا اللي هي عضو في الناتو في الحلف الأطلسي وعندها أكبر قاعدة عسكرية اللي هي قاعدة أنجرليك واللي هي موجهة أساسا للمعسكر الشرقي سابقا طبعا قبل، ولكن أردوغان نفسه يحتفظ بعلاقات قوية مع روسيا اللي بيناتهم صراع كبير سابقا، معناها الرام الترك والروس كان بيناتهم صراعات دموية ولكن احتفظ بعلاقات، وشفنا بوتين من الأوائل اللي هنا أردوغان بفوزه. هذه زادة مهمة جدا. بكر ذكر سعادة السفير الولايات المتحدة، صحيح أردوغان كانت علاقاته قوية مع ترامب مع ترامب كانت علاقاته جيدة جدا وترامب كان يقول أنه معجب بشخصية أردوغان. بالنسبة لإدارة بايدن لا صحيح العلاقة فيها شوية مش كما مع الديمقراطيين والجمهوريين كما ذكر. بالنسبة لبوتين كانت علاقته معناها جيدة، وشفنا الدور اللي لعبه معناها لعبته تركيا في ملف الحرب الروسية الأوكرانية. وقال أنا يمكن نكون وسيط بالضبط عملوا وشفتوا كل وساطة بتاع تصدير الحبوب والبحر الأسود وبضمانة من الأمم المتحدة، هذا يخليها الدولة بالفعل فاعلة واستطاعت أن تؤثر. بالطبع فما رهانات جديدة الآن لتركيا.